أيها الإخوة، مع القدرات الشاعرة، مع الشوق الذي تنتظرونه هذه الليلة، مع شعر المحاورة، ومع المراد يطول الليل ويحلو السمر، ونمتع أسماعنا هذه الليلة مع الشعراء في المراد. المحاورة الأولى بين الشاعرين صياف عواد الحربي. ورشيد بن زيد أزلامي. يا صياف، وين صياف؟ هذه خلاص خلوها كذا بس ونغني على شان التلفزيون بس والميكروفونات حقت ال ما داعي نجي عندها الا التلفزيون اثر نقوله بس انا ادري سليم يلا خلص لنا على هذا يعني الشاعر حمد المغيبلي، هل الشاعر حمد المغيبلي موجود؟